ولكن في فيديو وقفنا عنده للطفل مروان، الحقيقة كان الحماس يعني فوق الوصف. خلينا نشوف الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا. الألف بصوت مليون يا مروان للناس العاديين، لكن أنت لوحدك الصوت منك بصوت مليون، كمية حماس ظاهرة في الفيديو. أنا بوجه رسالة لعيب النادي الأهلي، الحماس اللي موجود عند مروان والأطفال اللي احنا استعرضناه في الفيديو اللي قبل كده، لو احنا بنلعب بيه والله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب هنكون أبطال أفريقيا. بالتأكيد يا فارس معانا مروان، معانا اللي مروان كان لسه معانا دلوقتي بكل الحماس ده، والد مروان عبر سكايب. طبعا احنا سعداء ان هنا الرسالة دي، مهم جدا قناة النادي الاهلي تتواصل معاهم، اكيد احنا سعداء بمروان. وطبعا معانا دكتور معتز عبد والد مروان، اكيد عايزين نبدأ نسأله سؤال. انا هسألك سؤال كده، عايزين نرحب بيه الاول ونقول له الحماس الكبير يعني. ده ما شاء الله يا طبعا. مروان انا بحبك يا مروان، بقول لك على انا بحبك جدا يعني يا مروان. يعني انتوا متعرفوش انتوا بالنسبة لي يعني ايه، ده احنا سعداء يا مروان. انت احنا كلنا بنستفيد لما نشوف لحظات زي دي فيها الصدق. طبعا عايزين نسالكم ونعيش معاكم الحاله، يعني هنبدا طبعا بمروان. مروان وانت في الاستاد في اللحظه دي، انا بقول ان انتوا المفروض ما دخلتوش استاد كتير، ما شفتوش فترات زي قبل كده كان الحضور الجماهيري فيها كبير، جبت الاحساس ده مروان منين؟ يعني انت كنت حاسس ايه وانت بتقول الكلام ده مروان؟ بص، هو الاهلي ده يعني مش مجرد فريق، الاهلي ده هو يعني اللي حببك في الكوره، طلع لك مواهب كتير قوي، منهم ابو تريكه يعني من احسنهم. ويعني بص، الاهلي بتشجعه من قلبك كده حبيبي يا مروان. الاهلي يعني بص كان معاك من وانت صغير، من وانت قد كده. وانت لسه قد كده يا مروان يا حبيبي. يعني حاجة تانية خالص. ان شاء الله يا حبيب باذن الله النادي الاهلي يفرحك بكره، لكن انا لازم يكون ليا وقفه مع الاب، لان انا قناعاتي دايما ان جزء كبير جدا في تشجيع كره القدم مرتبط بالوراثه. طبعا. دكتور معتز، يعني انا عايز اعرف انت وانت طفل زي مروان كده كان نفس الحماس وانت بتتفرج على ماتشات النادي الاهلي، ولا مروان متفوق شويه بحكم الاجيال والحاله اللي بتحصل في المدرجات؟ اسامه بنرحب بيك وبنرحب بفارس في طبعا البرنامج، صوت الجمهور الاهلاوي اللي بيمثلنا كلنا، سواء على الصفحه على سواء في الميديا واحنا متابعين كتاباتكم او البرنامج على قناه الاهلي، وفعلا ده نبض الجمهور فعلا البرنامج بتاعكم. فالاول احنا بنرحب بيكم، بنشكر حضرتك جدا ان احنا طلعنا معاكم في البرنامج الجميل الاهلي خط احمر، اللي هو الدرع الاول للدفاع عن حقوق النادي الاهلي في جميع الاوقات. ربنا يعز لك يا دكتور. طبعا مروان حماسي عني، حماسي اكتر مني كمان، يعني مروان واضح الاهلي اله وحاجه غير طبيعيه، دايما بيحب النادي الاهلي وبيحب يروح الماتشات الفاصله، ودايما في عنده حماس وعنده غيره، وهو دايما حتى له مقوله يعني بقول له انت متحمس قوي مروان، قال يا بابا انا بروح المدرسه بتعلم، بروح المسجد اصلي، بروح الاستاد اشجع النادي الاهلي، زي ما اللعيبه بتلعب في الملعب انا لازم اشجع زي اللعيبه بالظبط وادي الدور بتاعي. بيروح لوحده يا دكتور؟ يعني بيروح معاك انت ولا بيروح مع حد من الاسره؟ لا بيروح معايا، بيروح معايا، بيروح معايا كل الماتشات. بيروح معايا كل ماتشات الاهلي، الماتشات المهمه طبعا في افريقيا ما بنسيبش ولا ماتش، فاينل كاس، ماتش اهلي زمالك، اهلي بيراميدز، اهلي فيوتشر، الماتشات القويه بكل ماتشات مروان بيروح معايا فيها. طيب يا دكتور انا اكيد حابين برضو نتكلم مع مروان، بس انا حابب اسال حضرتك حاجه،
لان اللحظه العفويه اللي شفناها على مروان واللحظه اللي هي فعلا صادقه، الطفل يا دكتور عمر مشاعره ما تكذب ابدا. انا عايز اسال حضرتك سؤال يهم الناس كمان اللي بتسمعنا، انت بتقول ايه عن النادي الاهلي لمروان؟ بحكي له عن الاهلي وقيم الاهلي ومبادئ الاهلي، بنحكي له عن التاريخ، بنقرا له الحاجات اللي انت بتكتبها يا فارس واسامه بيكتبها. طبعا احنا بنتوارث، هي طبعا زي ما صالح سليم وحسن حمدي وبعدين دلوقتي محمود الخطيب، دي اجيال كلها بتتوارث، فاحنا برضو كمشجعين دورنا ان احنا نحكي عن عظمه الاهلي وعن انجازات الاهلي وعن تاريخ الاهلي وعن لعيبه الاهلي. هو دلوقتي يعرف لعيبه من زمان، يعرف تريكا ويعرف بركات ويعرف عماد متعب ويشوف الاهداف بتاعته، يعرفهم كويس قوي. وطبعا انا عايز اقول لك حاجه حصلت في الماتش، مروان قال لي السيناريو بتاع الماتش، قال لي يا بابا احنا هنبدا الماتش اول تلت ساعه هنبقى ضاغطين عليهم وبعدين هيجي لهم فرصه هتضيع وفي اخر الشوط الاول هنجيب جول بس، ده محلل بقى، والشوط الثاني هنجيب جول بس هي بس خلفت معاه في الجون. طب ما تخليها دكتور، خليها دكتور يقول لنا سيناريو ماتش بكره، شايف ايه يا مروان بالنسبه لبكره؟ متفائل كده وحاسس اننا ان شاء الله راجعين بالكاس، وتوقعاتك ايه؟ باذن الله يعني بص احنا باذن الله هنكسب، يا الا هنتعادل 1-1 يا الا هنكسب 2-1، يعني دي توقعاتي وباذن الله تطلع صح ان شاء الله تطلع. مين شايفه ممكن يسجل من النادي الاهلي بكره اهداف؟ بص هو انا بقول مثلا يا الا حسين الشحات وكهربا او بوشيتاو، يعني دول اللي عجبوك في ماتش الذهاب؟ بس كهربا يعني ما كانش احسن حاجه. كان مين اكتر لاعب عجبك في ماتش الذهاب؟ بصراحة أنا بقول بيرسي تاو. طب مروان أكيد يعني عايزين ناخد بقى منك رسالة للعيبة بكرة، اللي أنت حاسه قوله للعيبة يا مروان، يعني اللعيبة دلوقتي اعتبر إن هي بتسمعك، اللي أنت حاسه قوله لهم يا مروان زي ما أنت حاسه، قول بفطرتك كده. حارب على البطولة بروح الأبطال، العاب برجولة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار وانتهى الأسطورة. ده جميل يا مروان. لا. واحدة يا مروان اللي انت كنت فيها دي، انا عايز اللقطة اللي انت كنت فيها دي اللي هي صوت الالف بصوت مليون. جرب تدخل الاستاد هتلاقي جوه الف باب واقف فاتح لنا دراعاته وحش صوت الشباب، هو صوت الجمهور النبض في قلبه يشوف مستني لحظة فرحة ويا الجون حماس باين في العيون الألف والألف صوتهم صوت مليون لحظة الفرحة الصوت بيعلى هيا لحظة من الجنون يا مروان وانت جميل. هيا لحظة من الجنون. عايزينها اللحظة من الجنون دي ان شاء الله بكره يا مروان. يعني بشكرك جدا، وزي ما قلت لك كده في الاول انا فعلا بحبك وحبيت حماسك جدا عشان كنت طفل عامل زيك كده، ان شاء الله لما تكبر تكون اهلاوي كبير جدا جدا. وطبعا بشكرك جدا يا دكتور، الحقيقة يعني نموذج مهم جدا، يعني دكتور كلية التربية الرياضية ونفس الحماس ده بتنقله لمروان، يعني بنشكركم جدا جدا ودعواتكم كده معانا ان شاء الله يكون الاهلي بكره ان شاء الله بطل البطولة ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله نحتفل بعد البطولة باذن الله بالكاس ان شاء الله باذن الله، ويكون ال 11 من نصيبنا والمشاركة المتتالية في كاس العالم السبعة على التوالي في كاس العالم ان شاء الله. يا دكتور بنشكرك وبنشكر مروان. يا جماعة اصدق ما في اللحظات دي هي اللي انتوا شفتوه، لا الحوار اتكلمنا قبل كده ولا الكلام مرتب، الكلام عفوي، الكلام طالع من قلب مشجع اهلاوي بجد، شبه جمهور الاهلي، شبه لعيبه النادي الاهلي، شبه كل حاجه في منظومه الاهلي، جميله وصادقه ومختلفه.